ما زالت مدينة قرطاج وما يحيط بها من معالم وشواهد على عظمة الحضارة الرومانية تخفي أسرارها. الحناية الرومانية التي رفعت مياه عيون جبال زغوان إلى قرطاج بأمر من الإمبراطور أدريانوس ليست وحدها التي سقت سكان المدينة، فقد كشفت الأبحاث عن وجود قنوات أخرى نقلت المياه إلى قرطاج ومنطلقها مدينة سكرة. قناة هامة ولا تقل أهمية عن حناية زغوان قرطاج. القناة هذه غير معروفة لأنها موجودة تحت أرض، وهي المنطلقة متاحة من سكرة، لا تتكون من فرعين، يعني زوز قنوات بطول كل واحدة 2 كيلومتر، من بعد يتقابلوا لزوز في بوان دو رونكونتر اللي هي يعني حسب الأبحاث اللي تعملت عليها حنفية صوت نتاع فونتين ولا نانفي، باش العباد تهبط لها بالعبر مدرجات ياخذوا الماء ديريكت من الكونتوي. وتؤكد الابحاث اهميه هذه القناه المتكونه من قرابه 20 فتحه، على اعتبار انها كانت تمثل حلقه لتجميع المياه تحت الارض ومن ثم توجيهها نحو مدينه قرطاج. يعني في العرضة متاعها حوالي 3.5 متر والارتفاع 4 متر، وكل قناة تتكون خزان مائي تحت الأرض، وفي نفس الوقت هي يتم تجميع فيها المياه، خاطر تكون نوع من الحلقة يتم فيها تجميع المياه، ومن بعد عبر قناة يعني فوق الأرض يتم توجيهها لقرطاج. وقد أشارت بعض المصادر التي تركها الجغرافيون والمؤرخون العرب إلى أن مياه حمامات أنطونيوس بقرطاج مصدرها قنوات في جوف الأرض. قدم لنا في الرسائل وصف الحقيقة الدقيق في القرن 15 للزوز قنوات هذوما تحت الأرض، ثم بعد ذلك القرن 17 ابن أبي دينار ذكر القناة، وذكرت أيضا من قبل محمد بيرم التونسي في القرن 19، لكن ما اكتشف حاليا هو المسار القناة، القناتين موجودين تحت الأرض توا، على خاطر مش معروفين، فما الحديث، فما حتى المخطط يعني الرسومات البيانية اللي تقدمت من قبل يعني الباحثين الفرنسيين ما عطاتش وضع جغرافي محدد للقناة. وتتواصل البحوث والدراسات التاريخية للتعرف على خبايا هذا الاكتشاف في انتظار إجراء مسح أثري للفتحات الموجودة بمنطقة سكرة.